السلام عليكم شباب، رجعنا لكم الفيديو جديد. بس ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب تفعيل الجرس تنبيهات عشان كل جديد. تركم مع المقطع. يوم جينا لكم لعبة جديدة نزلت قبل شهر بجوز، عملت ميوت للصوت لأن صوت الأغنية عالي ومش قادر أعمل له ضوطي. اسم اللعبة بالون ستي دي بي باتل الجزء الثاني. خلينا نجرب بي تي دي باتل 2. أيوه هيك، هي مش حلوة من دون صوت، بس لازم من دون صوت لأنه كثير عالي صوتها. بعرف العبها، في كان جزء في بي تي دي باتلز 1، وفي في كثير اجزاء يعني. ايوه نقدر نطور الاشياء، نطور قدراتهم، ترى خليه بس يعطينا التطوير. هاي مثلا بتصير الضربة أقوى. يا حبيبي المطور، هاي بتصير أسرع، هون بتصير أسرع. قطع التصوير لأن البرنامج ما بيعرفش يصور اللعب هاي، فجبت برنامج جديد. المهم وين كنا؟ كنا هون. أيوة، إنه هاي تخلي طلقة أقوى، وهين بعرف إيش بصير، بس المهم هيك التطويرات يعني. هاي تخليها أقوى، هاي تخليها أسرع، هاي أصلا نفتحها كمان شوي، نقوي هذول، نزيد له ليفل. هذا بتقدر time to speed up things. ايوه شو هذا، اللعبة مش حتكون حلوة من دون صوت، فخلينا نعلي الصوت شوي. هاي احنا بنطلب بالالين بتروح له هو عشان يموت، هاي راحه. والبلالين نطلبها بتزيد هذا الرقم اللي هو كل لما تستنى كم ثانية بتصير يزيد 250. ايزي، هاي التدريب طبعا بعدين بتصعب. طيب اوكي ريمبرز، نقدر نطور هنطور بي صفر. هاي لك وكان طبعا اللعبة ببلاش يعني، مفيش شي باتل. بس انا بديش احارب على طول، لان بديش احارب نوطي الصوت. Looks like we are heading back to the graveyard. حطيت ريدي. هون بنختار القرود بدنا اياها. I never miss. حط هذا هون. Are you kidding me? Nothing gets past my bow. هاي انه بصير يعني هاي الدائرة مكان البوت بقدر يضرب فيه، تم طورها بصير يوسع المكان. احنا بس بنقدر نطور ثنتين، الثالثة ما بتقدرش تكمل يعني، بس مصاري عندي تقدر تمشي فيهم. هاي انه هذا اللون الجشين بتقدرش تشوف البلدين، في اشياء ما تقدر تطخ عليهم، فانت بتطورها عشان هو يقدر يشوفهم. يا زلمة دوي انا استخدم كل شيء، دوي انا اطور هاي كمان، اطور 300، هاي 250. اذا بنحط بلالين المفروض نزيد الرقم. استنى هاي طورناها، نقدر شوي. سويت، وقلنا طورهم عشان تخليهم نور.
ورد فين صار للتسعين دقيقة. طيب هون شايفين 250 كل 10 ثواني او 5 او 3 بعرفش. طيب تزيد هون بزيرو زيدو. يعني 250 كل بزيدو مصاري 250 كل 5 ثواني اشي. رح نحط له بلالين. هيو رقم 1 باص 7 باص 2. رح نزيد الرقم لنا. والبلالين من عم نرسلهم تيجي إلو. Piece of cake. لعبة جديدة ما شاء الله شهر نزلت، يعني نزلت ب 31/11 كأنه. اوكي. بالونز اند ان كم. طيب لازم كمان. كوت باتل سكول. بدي ايوه هون الاعدادات. هوت كيز. وين نروح؟ unlocking tutorial. خلينا نكمل. طيب tutorial شو هذا؟ $20. ارجع ارجع. ما تقدر تلعب مع اصحابك يعني او تجون هماتش شوي. خنبلش دور ناس قاعد. finding waiting. طيب بيختار هو البطل تبعه بالهيرو. طب ما انا عملت سكيب للتوتوريال كيف تاخذه؟ انا عندي خبرة سابقة يعني مش بس اول مرة بلعب لعبة بي تي دي باتلز. دي خبرة بي تي دي باتلز اللي على التليفون الون، وهاي برضو على التليفون. يعني كلهم كانوا على التليفون. بلش يلا نكريس ايكو. I never miss. We have ignition. في بالونز تي دي يعني من دون بالتي دي باتلز. هيك الحالة تي دي. عم تلعب مهمات. نزلكم اياها اذا بدكم اياها. من وين بدهم يبلشوا؟ من جهتين. Are you kidding me? Nothing gets past my bow. Yeah? من وين هاي الوحوش؟ نرسل انكم على طول. هي هي. نرسله. هاي بتكفينا لكمل راوند الهيرو طبعا. فاست ترجع تمر من عنده. نرجع نرسله. اي هذول الاشياء اللي نرسلهم احنا. الاصفر سريع. ايه شوف مسرعه. ازاي اسرع كمان؟ يتدمج بسرعة. في هذا 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 راح يدمجه. You want some? Mm-hmm.
نرسل له. نخلي الانكم تبعنا 500. اي هون شكلنا ايش نفوز عليه. هاي بلش يرسل لنا. متنا. Seriously? دمجنا. هو انشط. انتبهت شنو؟ تورط فزنا. ايزي بيس اوف كيك. جريت مونكي شو الاسم هذا؟ وانا اسمي بلاير راح نغيره. لان لايفز لوست ماي الاكس بي اللي جانا ملتي بلاير 1 يوز فري ريورد بوست زاد. ايش هذا؟ طب كيف بدي اكمل التريننج هيروز نلوك نترين؟ ايوه هيك نشوف كم صار له التصوير. ايوه هيك خلني اختار الهيروز. هذا فيش غيره يعني مدام تدريب نبلش على طول. I never miss. هذا التدريب كيف شكله ولا شيء بعرفش. Are you kidding me? Nothing gets past my bow. What next? بدنا نرسل له بلالين عشان نفوز. نوصل 300. Awesome. We reached our target. قصد لازم نفوز يعني. ما يقعد بالدمج. No lives, one streak. Show one streak, hey. Reward. هاي آخر تدريب. أنا بقول هيك بكفي الفيديو اليوم. أي بلاك شباب ممكن تنسوا نهاية المقطع تنسوا لايك وشير وسبسكرايب تفعيل جرس التنبيهات تسمعوا كل جديد. شوف مقطع جاي نزل كمان بعدين إن شاء الله.